السلام عليكم محترم بركاته، وياكم اسامه ثامر من قناه كورن انفورميشن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، جروب الاحواض النباتيه على الفيسبوك. فيديو جديد راح نسولف به الشغلات العلميه من هوايه الاحواض المزروعه الاكواسكيبنج. راح ندخل لكم اليوم بتفاصيل فيديو كلش مميز، حتحبوه هوايه، فتابعوا وياي شنو التفاصيل. هوايه الاحواض النباتيه من الهوايات اللي كلش حلوه بصراحه، هي عباره عن حديقه مصغره بداخل البيت. من هاي الهوايات اللي احنا نستفيد من عندها بتنطي جماليه داخل بيتنا، وبالتالي انه احنا حنحصل على شيء مريح وشيء يلهينا بالاوقات الفراغ اللي احنا نحاول انه نريح نفسنا يعني بهذا المحتوى وبهذا المكان اللي موجود الكوميونتي اللي احنا مسويه بداخل الهوايه او بداخل هذا. انا راح ادخل لكم بصراحه بسلسلة شروحات، سلسلة كلش مهمة من الشروحات اللي راح تحبوها، لأنه راح أعطيكم بها فد علمية أساس الهواية الأحواض المزروعة. راح ندخل بمعلومات من مصادر علمية، من مصادر آني جمعتها صار لي فترة كلش طويلة ولكن ما نشرتها لأسباب معينة، لأسباب كنت أحاول أنه ما أطلع هذا الشيء للعلن، ولكن يعني عطاء العلم هو إحسان، فراح أطلع بكل المعلومات اللي موجودة بالغرض لغرض معين وهو تقوية القناة. أتمنى مني اللي يتفرج الفيديو وياي، طبعا أشكره، اللي ما مشارك بالقناة أو ما مشترك بالقناة خليه يشترك ويشارك لنا الفيديوهات بكل جروبات الأحواض المزروعة أو جروبات الأحواض السمكية، على مود نبعد عن مواضيع معينة تخص الحصو وتخص التفاصيل اللي غير طبيعية ونميل الأحواض الطبيعية بإضافة السمك. اليوم راح احكي لكم، فنرجع لموضوعنا، واليوم راح احكي لكم عن غاز السيوتو. الفيديو المنتظر اللي صار له فتره كلش طويله اريد اسولف فيه، ما لي واهس ما لي وقت، حاليا متفرغ له تفرغ تام جدا، فراح اسولف لكم بيه بمعلوماته عامه. ثاني اكسيد الكربون هو اهم عامل لنمو النباتات ولعمليه البناء الضوئي اللي تحصل بداخل الحوض النباتي، لانه ببساطه كميه اللايت الاضاءه ثم ثاني اكسيد الكربون حتكون لي الاكسجين اللي هي غرض انه فائدتها تكون للاسماك عامه، والعكس يحصل باثناء الليل. الجزء المهم واللي هو كلش مركزين احنا عليه انه 40% من تكوينه النباتات، تكوينه الحوض عامه، هي من الكربون، من عنصر الكربون. لذلك هو افضل مصدر لتغذيه النباتات هو باستخدام غاز السيوتو، موجود بالطبيعه بشكل قليل بنسب قليله. حسب ما بحثت على الجوجل طبعا لقيت انه لا شيء يذكر، لانه له علاقه بزياده ونقصانه بالميثان. الجزء اللي هو الديز ادفانتج او الجزء اللي هو صعب جدا في هوايه الاحواض المزروعه، اذا كان عندي حوض نباتي لا يحتوي على غاز السيوتو حتحصل نمو للنباتات، نمو بسيط ضئيل جدا، ولكن ما حنشوف الازدهار، ما حنشوف الاخضرار، ما حنشوف الالوان النباتات الدوتش الملونه بسبب النمو البطيء بسبب غاز السيوتو. هذه النقطه متفق عليها عالميا. راح اتكلم على المكونات الغاليه اللي CO2. هسه حدخل بالمكونات اللي تخص CO2 سيستم او مكونات منظومه CO2. تتكون من اول شيء البريشرايز سلندر، السلندر اللي هي تجينا المضغوطه، وبعدها الديفيوزر، بعدها الانلاين ديفيوزر، بعدها الدروب تشيكر، السولينويد هوز، CO2 هوز، والبابل كاونتر، مجموعه من الايتمات. خلينا نحكي بوحده بوحده بالتفصيل. الاسطوانه المضغوطه نشتريها يا محلات المتاجر الاحواض النباتيه تتنباع هاي الاسطوانه الفضيه، او نشتريها من اهل المحلات السلامه، لكن نشتري الاسطوانه اللي اي لون كانت مضغوطه بغاز مو باودر.
هاي نقطة كلش مهمة، لأنه المضغوطة بالغاز تكون بضغط من تصل إلى 1000 PSI، هاي اللي نستخدمها إحنا بالأحواض المزروعة لأنه تنضغط بغاز. أما الأسطوانة اللي تكون بين 250 و500 PSI هاي لا تستخدم، هاي اللي يكون بها باودر ما تستخدم. طيب إحنا لما نشتري وحدة أسطوانة تكون تعاد شحنها من جديد بالغاز CO2، وبالتالي إنه إحنا نحصل على أسطوانة متكررة متجددة وترستها تملأ بسعر مخفض جدا، بسعر كلش لا شيء. من نمليها هاي الأسطوانة، طبعا حجم الأسطوانة نشتريها بضغط من قلنا تصل إلى 1000 PSI، ممكن 1500 PSI، بحجم من 1 لتر إلى 3 لتر، ماكسيموم 4 لتر احنا نشتريها ونقدر نستخدمها. تعتمد حجم الأسطوانة على الضغط اللي يدخل، الغاز اللي يدخل بداخل الأسطوانة. احنا نستخدم أو نستفيد من ضغط بحدود من 600 إلى 1000 PSI. 600 إلى 1000 PSI تكفيني لحوض 320 لتر، يعني متر و20 سنتيم أو أصغر، أو المتر تكفيني بين 5 أشهر إلى 10 أشهر، فترة كلش طويلة تستخدم بضغط كميات كلش كبيرة. أما بالنسبة للأحواض الصغيرة فتستخدم كميات غاز أقل من هالشيء وتطول سنة أكثر ممكن حسب حجم الأسطوانة. طيب بعدها ننتقل إلى الخطوة اللي هي نتكلم بالرجوليتر. الرجوليتر هو عبارة عن جهاز منظم يشد على الأسطوانة بضغط معين، ضغط يصل من مثلا نتكلم ب 20 إلى 26، من 20 إلى 60 PSI ضغط، يحول لي الغاز من الضغط العالي إلى الضغط القليل، يطلع لي من عنده فقاعات. كمية الفقاعات اللي أدخلها للحوض النباتي مالتي تعتمد على الدروب البابل كاونتر. البابل كاونتر هو عبارة عن الأمبولة الزجاجية مثل ما تشوفون، هذه تملأ بسائل وعن طريقها الفقاعة تصعد وتطلع لي يعني تطلع، والظاهرة تكون للعيان. هو هذا اللي أني أستفيد من عنده بحوضي النباتي على مود كمية الفقاعات تقاس، راح أشرحها بنهاية الفيديو. بعدها نتكلم بالإنلاين ديفيوزر. الإنلاين ديفيوزر اللي هو يكون ديفيوزر مربوط، إكسترنال ديفيوزر مربوط مع الكانستر. هذا الديفيوزر يعني بفائدة كلش عظيمة، انه ما يحصل عندي تشتيت الغاز 100%، ما يحصل عندي اي ليك اي خسائر بالغاز اللي هو طاير بسطح الماء. عندي الشيء الارخص منه هو الديفيوزر الداخلي، شكله اجمل، ديفيوزر غاز يشتت بداخل الحوض، فالشيء كلش جميل. كذلك فعال، كذلك اكتف، يعني تشتيت الغاز كلش عالي. فأنا استخدم النوع اللي يعجبني، النوع المتوفر بالعادة. بعدها نتكلم ب عندنا الهوز CO2 هوز اللي هو صندة الغاز. صندة الغاز أصبحت متوفرة غير صندة الأكسجين اللي هي تيبس بسرعة. صندة الغاز هي تكون تتحمل ضغط يصل إلى 20 PSI، هذا الضغط اللي هي يتحمل برودة حرارة، يعني فالنوع كلش مميز تنباع محلات الأسماك. عندنا نقطة كلش مهمة، في حال ما استخدمنا إنلاين ديفيوزر لازم نشتري اللي هو النون ريتيرن فالف أو اللي تشيك فالف احنا نسميه. هذا يعبر الغاز باتجاه ويمنع رجوع الماء باتجاه الأسطوانة أو باتجاه الرجوليتر حتى ما تحصل لي مشاكل، خلل فني بضخ. حاليا حندخل الجزء المهم والجزء الكلش مهم بهذا الفيديو، كمية الغاز اللي أضخها بداخل الحوض. نقطة كلش مهمة ولازم الكل ينتبه لها، لأنه هذه تعتمد على سيطرتي على الحوض وكمية الغاز اللي أضخها داخل الحوض، فخلونا نسولف عليها. عندنا طريقتين لقياس نسبة CO2 بداخل الحوض النباتي، أو بالأحرى ثلاث طرق. الطريقة الأخيرة هي الطريقة الحديثة. الطريقة الأولى طريقة تاكاشي أمانو، واللي عامة اي جوجل تكتب عليه how to test CO2 in aquarium water in plant water in plant aquarium عفوا حتطلع لكم مباشرة، يعني فشي كمية رهيبة لانه موجودة بكتابة the creation of Takashi Amano، هيك شيء اذكر بصراحة وبفلوس هالكتاب، ولكن موجودة منه مقتطفات نازلة على جوجل. علاقة بين ال KH وال PH ب chart يعطيك لونين او يعطيك ثلاث الوان، ازرق واخضر واصفر حسب ما اذكره هذا الشارت. طبعا يعطيك تاخذ قراءتين، قراءه للبي اتش وقراءه للكي اتش، وتسقط الشارت، هو صاير شارت عمودي تسقطه تطلع لك القراءه، هذه القراءه الاولى
وبعدها هذه القراءة الثانية بهذا المستوى حيحدد لك هذا المستوى راح يحدد لك انت بالسايد اللي تمشي به سايدك سليم او لا. انا هاي طريقة ما حشرحها صراحة لانه انا شخصيا اشوفها صعبة. انا شخصيا عندي KH تيستر ولكن هواي هوات مبتدئين توا بدا الحوض توا صارف له فد 200 300 الف 600 الف مو مهم انه يشتري KH وكل ساعة يقيس بي. انا شخصيا اشوف هذا الشيء. لذلك راح اشرح الطريقة الثانية اللي هي طريقة الـ pH مع التايم. هاي كلش طريقة محترفة وطريقة مضبوطة accuracy مالتها جدا عالي. اليوم انا عندي حوض نباتي مثل ما تشوفون امامكم، حوض مكتمل كامل. اول ما جيت شغلته اليوم زرعته كملته عيد اشغل غاز. شلون اعرف كمية الغاز اللي اضخها بداخل حوض نباتي؟ تعتمد على عدة عوامل. العامل الاول انه ايش قد اضخ غاز باول ايامه، اول شهر، اول اسبوع. اذا ضخيت غاز هوايه هل حستفيد منه او لا؟ طبعا جوابي لهذه المعلومه انه اذا ضخيت غاز باول ايام بكميات كثيره ما راح استفيد منه، لانه اني البلانت دنسيتي اللي هي كثافه النباتات اللي بداخل هذا الحوض مو هوايه، فاني ما راح احتاج الكميه كل شوي. بعد اسبوعين ثلاثة شهر من نمت النباتات واصبحت كثيفة راح احتاج انه ازود الغاز. هذا الكلام موجود بكتاب تكاشي امانة تقدرون تقروه، يعني مو كلام اني دا اجيبه من داخل جيبي. بس مجرد انه دا اوصل لكم الفكرة انه اني قاري هذا الكتاب وعندي عليه معلومات جدا كثيرة. هاي المعلومة انه النباتات اذا زادت يزيد كمية الغاز جدا مهمة، لانه اذا بقى مستوى الغاز نفسه والنباتات زادت حتحصل عندك مشكلة انه تكون باب الحوض مفتوحة لدخول الطحالب بشكل كثيف، باب الحوض مفتوحة لضعف النباتات وحصول مشاكل بالاوراق. نقطة جدا مهمة ما حد منتبه عليها او منتبهين عليها قليلين وما حد يطبقها، فانتبهوا لهاي النقطة. طيب النقطة انه شلون ازود الغاز؟ خلونا نرجع خطوة لورا. انا اول ما ابدي من ضخ الغاز كأول مرة راح اجي اقيس، حيكون عندي pH تيستر. خلينا نشوفه. جبت لكم الـ pH تيستر. تيستر معين تستخدمون، طبعا اي نوع تقدرون تشتروه تستخدموه يقرا الـ pH. اكو هواي انواع بالسوق نازلة، انا هذا النوع عندي قديم. تاخذ القراءة الاولى للـ pH بداخل الحوض. انا هذا بطاريت انا واقفة فما اقدر اشغله، يعني اخذ القراءة الأولى بداخل المي. قرأت لي أول تشغيلة الإنارة pH المي الاعتيادي اللي موجود في بغداد، موجود في العراق عامة 7.2، تمام؟ ستاندر يعني نقدر نقول. إذا استخدمنا مي بوري. هذا الـ pH اللي طلع لي هسه أثبته بورقة. وأطلع إيدي وأعرف الحوض شغال. أضخ غاز، أضخ اليوم مثلا فد 6 فقاعات بالثانية. او مثلا 5 فقاعات بالثانيه. اذا نحسبها في 60 تطلع 300 فقاعه بالدقيقه. اكمل امشي 4-5 ساعات وصلنا لخمس ساعات. طبعا احنا اول تشغيله الحوض لازم 5 ساعات، لازم لا تزيد عن 6 ساعات. اجي اخذ القراءه الثانيه. طبعا اول ما تطفى الاناره مال الحوض اجي اقيس القراءه الثانيه. اقيسها. طلعت لي 6.1. اجي اطرح ال 7.2 اللي طلعت لي. طبعا هذا مثال. 7.2 ناقص 6.1 وراح اشوف شنو طلع لي. فرق قراءة هي مقدارها 1.1، لانه 7.2 ناقص 6.1 راح يطلع لي الفرق. هلا اشوفكم ايش هذا الفرق. 7.2 ناقص 6.1 راح يطلع لي القراءة 1.1. هذه القراءة معناها هي القراءة اللي أنا هحدد على أساسها حوضي النباتي دا أضخ له كمية غاز صحيحة لو لا. ضمن الرينج اللي بالشارت مع التكاشي أمونو هذا الأوبتيكال الغاز كمية غاز مثالية لو لا، لو أكثر لو أقل. راح أجي أربط لكم هذا الشارت اللي تشوفوه أمامكم. الريد تو ماتش CO2،
الجرين ايديال سي او 2 والبلو ليتل سي او 2. هسه تقول هاي الالوان شايفيها استسولفكم عليها. طبعا الاختلاف بالسي او 2 تركيز السي او 2 الاختلاف هذا اللي قلناه هو الواحد بوينت واحد، يعني هذا الرقم اللي اني قلت لكم عليه واحد بوينت واحد هذا رقم ثابت، يعني انا قسته يعني عن حقيقه بواقع حال من حوضي. فالواحد بوينت واحد اجي اشوف انه هذا تو ماتش غاز كلش هوايد اضخ، ولكن بالليفل اللي انا محدده بداخل الحوض بداخل التشارت هو لو ليفل، يعني اخر شيء بالخطر. ف اقلل الغاز شوي يونه، شو قد اقلل؟ يعني اذا كنت اضخ 5 فقاعات بالثانيه اسويها 4 فقاعات، 4 فقاعات بالثانيه في 60 ثانيه عم تطلع لي الدقيقه، نقدر نقول 4 في 240 فقاعه بالدقيقه. طلع لي البي اتش بعد ما قست القراءه الاولى اللي كان 7.2 وجيت على القراءه الثانيه طلعت لي مو 6.1 طلعت لي 6.4 مثلا. نجي نطرح 6.4 من 7.2 من 6.4 تطلع لي 0.8. هاي القراءة اللي هي كلش مهمة، حاجة اسلطها على الشارت واشوف الدفرنس بي اتش ايش قد يطلع لي. جيت باوعد 0.8 اللي هي مقدار الغاز اني دا اضخه هو 19 بي بي ام بارت بير مليون، او احنا نقدر نقول للسهولة نجي نقول احنا بالجزء الاوبتيكال الجزء السليم. احنا هسه حاليا مرتاحين نفسيا لانه انا دا اضخ كمية غاز بالحوض تمام ما عندي مشكلة. اول شهر هاي الموضوع تمام، لكن المرة الجاية اكمل النقطة الثانية اللي هي اصعد خطوة ازيد جزء معين، ما اقولكم جيت يعني ولكن ازيد جزء معين. فهنا احنا دخلنا باللاين اللي هو خلصنا من الطحالب بالايام الاولى، حندخل بالفترة الجاية. الفترة الجاية انتبه على كمية كثافة النباتات وكمية ضخ الحوض. هذا تشارت هو اهم تشارت لضخ الغاز بالحوض النباتي. اعتقد ماكو اسهل من هذا التشارت بعد، يعني هاي للاخير هو سهل. طيب اجى شخص قال اني ما اريد اشتري بي اتش، ما اريد ادوخ نفسي بهاي التشارتات، انا شخص اريد ارتاح، شو نسوي؟ تعالوا يا اخويا نجي نستخدم مثل ما بدي استخدمه العبد لله. هذا الدروب تشيكر، اسمه دروب تشيكر. الدروب تشيكر شغلته انه يتحول هذا الدروب تشيكر لونه اخضر بعد مرور فتره من استخدامي للغاز داخل الحوض. يجي شخص يسالني شو وقت يتحول؟ ساعه ساعتين شو وقت يتحول؟ المفروض بهاي الطريقه المفروض انت عندك يقين انه لازم اول ما شغل الحوض هذا لازم اخضر، اخضر على ازرق ازرق مخضر لازم. زين شلون اسوي هاي؟ شلون الحق؟ انا اشتغل الحوض من ساعات ساعتين لحد هسه لونه ازرق، شنو معناها؟ معناها اني كمية الغاز اللي اضخها بهذا الحوض اللي شوفتكم لقطات منه قليلة. او المفروض ارجع لجدول البي اتش على مود اعرف انه هاي الاوبتيكال انا كمية الغاز بهاي الفترة مشتغلة تمام لو زايدة لو قليلة. ولكن هواية ناس رجعوا فيديوهات قامت تطلع فتاوي جديدة حلوة، هي صراحة يقول لك شغل الغاز قبل الإنارة بساعة أو بساعتين، شغلها بحيث الحوض حيشبع بالغاز. من تجي الإنارة تشتغل الفوتوسينتيثث اللي هو عملية البناء الضوئي مستمر ماشي. فهنا أنا شخصيا مرتاح نفسيا من موضوع أنه أضخ غاز وأحير بموضوع الغاز وأحير بالجدول. ف استخدم دروب تشيكر سعر 10,000 دينار ويا السائل ما تقطرات ذبي واحط مي شويه وانتهت السالفه كل السهل الدنيا. انا هذا حطيته لانه عندي فيديو دا اصور فذاك دا اشوفكم الفروقات. طبعا قراءات هذا نفس قراءات الجدول، جدول اضبط وادق. نجي نحكي علميا، هسه نترك الكلام العامي وكلام اللي شرحناه وفهمنا به الهواة، نجي علميا نحكي. هل الحواض الهايتك صدق تحتاج كمية غاز عالية؟ عالميا ناس تروبيكا غير مواقع أجنبية تفتح كتاب أمانو تاكاشي أمانو تلقى بيه مكتوب الحواض الهايتك 25 بي بي ام. زين بين 25 بي بي ام وانت صاعد إلى 30 بي بي ام.
تمام. الاوبتيكال 25 عفوا من 15 ل 30 اوبتيكال 25 هذا اللي مطلوب. احواض اللوتيك جوا هاي الكميه واحواض اللي هي تريد تخربطها ضخ اكثر من 30 بارت بير مليون. يعني حوض لوتيك اضخ غاز 15 بارت بير مليون اللي هو بالجزء الازرق ما عندي مشكله انت بالسيف سايد، ولكن اذا حوض هايتك لا تنزل بالجزء الازرق، اصعد بالجزء الاخضر الاوبتيكال. سهله الدنيا وصارت حلوه حاليا سيطرنا على الغاز السي او 2 واللي هو اهم نقطه مثل ما ذكرنا باول الفيديو. حاليا راح نحكي على اخر نقطه اللي هي كلش مهمه، هل الطحالب بعد ما تطلع؟ سؤال يصفن. تطلع ليش؟ لانه اذا كان كميه الغاز متذبذبه عندك، هذه من النقاط اللي هي جدا لازم ننتبه لها. اذا كميه الغاز عندي متذبذبه تصعد وتنزل، طحالب بنيه لازم تكون بالحوض موجوده. اول شيء على الزجاج تطلع، على الليلي بايب، على اي شيء داخل الحوض مثل كانستر، مثل يعني هوزات الكانستر او مثلا محرار، اي شيء بلاستيك، معناها كميه الغاز متذبذبه او كميه الاكسجين متذبذبه. لازم نسيطر على كميه الغاز، لازم تكون ثابته. عنصر سيطر على الطحالب، ثبت غازك. هذه نقطه اعتبروها نصيحه من اخوكم صار لفتره عنده مشاكل. النقطه اللي مهمه والنقطه اللي اهم بعد من هذه اللي هي سيطر على استقرار حوضك، البالانس. البالانس هو التايم مالته، التايم انت مسوي فشي اعلى من خلقه رب العالمين. يعني الله خالق جسمك بهالهيئه، من تروح تتمرن دا تكبر عضلاتك لازم تعرف ايش دا تسيطر دا تسوي، غذائك شلون يصير. نفس الشيء الحوض النباتي، من تضخ هذا الغاز لازم تبقى مسيطر على تشغيليه الاناره. إنارة حوضك إذا زادت من 5 ساعات صارت 12 ساعة، أنت حوضك لازم تشوف بطحالب شعرية. إذا زادت 3 ساعات 4 لازم تشوف طحالب شعرية. الإنارة إذا اشتغلت قلت لك أكثر هاي طحالب، إذا نصت عن الحوض هاي طحالب. كلها مسببات ثانية، ولكن الغاز هو المفتاح وهو الباب اللي مسدود أو مفتوح لدخول وخروج أو بقاء الطحالب بعيدة عن الحوض. بآخر الفيديو أختم نصيحتي لكل هاوي مبتدئ، ابتعد عن البذور، لا تسوي DIY CO2 system، لا تسوي خميرة وشكر أو محلول الصودا وشكر وتسوي منها غاز، لا تقرمدها وتزرع نباتات بدون غاز CO2. الثانية اللي هي تحط خميرة وشكر على مود تطلع CO2 طريقة علمية كيميائية صحيحة، علمية صحيحة، ولكن الغاز يبقى متشتت متذبذب عندك. هذا التذبذب سببه ظهور طحالب بداخل حوضك، فهنا انت مشكلتك كلش كبيرة. نصيحة، اشتري CO2 سيستم المتطورة اللي هي كلفتها بين 90,000 لحد 100,000 بما يعادل 80-70 دولار، كلش اقتصادية ومصروفها مستقبلا اذا تحسب مدى بعيد 7 سنوات تبقى بنفس الكلفة. ما عندك انت اي مشكلة انه تشتري هذه المنظومة، وبالتالي انت سيطرت 100% على حوضك النباتي، وانت حوضك حيبرز ويصير اجمل ويستمر بهذا الجمال. لحد هنا وانا تعبت، خلصت لكم هذا الفيديو، شرحت لكم CO2 سيستم، شرحت لكم تفاصيل CO2، وشرحت لكم كيفية قياس CO2. هاي الطريقة أنا إن شاء الله أكون وفقت بشرحها لكم وإيصال الفكرة بها. اللي أتمنى أنه هذا الفيديو مثل ما ذكرت بأوله، حذكر بآخره أنه تشيروه بالجروبات، تساعدونا أنه تشتركون بالقناة، وإذا أحد عنده استفسار على شيء يخص الغاز فأتمنى يذكر لي بالتعليقات يوتيوب، لأنه أنا أرد على كل التعليقات وأقرأ كل التعليقات. شكرا لكم ومع السلامة.